بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر بوصول نادي القرن الإفريقي للانتصار رقم 200 في تاريخ مشاركاته في البطولات القارية بعد الفوز على المريخ السوداني يوم السبت اللي فات، وده كان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكتبت صفحة الأهلي إن انتصار ال 200 للنادي القرن في البطولات الإفريقية، دوري الأبطال 156، أبطال الكؤوس 25، الكونفدرالية 14، السوبر الإفريقي 5. كمان هيسافر فريق الأهلي لجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء اللي جاي أول ما ينتهي من مباراته قدام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، علشان يخوض مباراته قدام سان داونز الجنوب أفريقي يوم 12 مارس الجاري بمدينة جوهانسبرغ. ونروح لمباريات الدوري الإنجليزي، وحقق فريق مانشستر سيتي فوز غالي على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1 في الديربي اللي اتلعب امبارح على ملعب الاتحاد في قمة منافسات الجولة رقم 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبكده بيتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس في ترتيب البريمير ليج برصيد 47 نقطة. كمان فاز فريق أرسنال على فريق واتفورد بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، وبكده ارتقى أرسنال للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 48 نقطة، ووقف رصيد واتفورد عند 19 نقطة في المركز 19. وفي الدوري الأسباني بيواصل فريق برشلونة انتصاراته وقدر يحقق الفوز على فريق ليتشي بنتيجة 2-1 ده خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري الأسباني، وبالنتيجة دي قفز فريق برشلونة للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 48 نقطة، ولسه عنده مباراة مؤجلة، لكن ليتشي ده وصل دلوقتي في المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة. حقق فريق أتلتيكو مدريد فوز غالي على ريال بيتيس بنتيجة 3-1 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني، وبكده بيحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، وريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 46 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية محليا وعالميا، هرجع مرة تانية لأحمد وهدير عشان نكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دي. شكرا.